طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي تنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود الطقس غالبا صافي مع 18 درجة مئوية، الملموسة 18، الرطوبة معتدلة حوالي 68%، أما الرياح تكون شمالية غربية خفيفة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد، نبدأها الشمال، الرياح نشطة في إربد 28 إلى 17، المفرق 29 إلى 17، جرش 28 إلى 16، وعجلون 27 إلى 16 مع رياح نشطة. المنطقة الوسطى إذا الرياح نشطة في عموم المناطق، البلقاء 29 إلى 20، الزرقاء 29 إلى 19، عمان 26 إلى 19، مأدبة 27 إلى 17، والبحر الميت طقس مشمس 35 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 24 إلى 16، الطفيلة 26 إلى 18، الشبك 24 إلى 17، معان 28 إلى 17، والعقبة طقس صافي 35 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الشرقية، رويشد رياح نشطة 34 إلى 17، الصفاوي 31 إلى 17، والأزرق أيضا رياح نشطة مع 32 إلى 18 درجة مئوية. إلى اللقاء.